برضو علامة استفهام تانية أنا شايفها في عز الزمالك، ما هو طالع يعني نادي الزمالك تم إنهاكه خلال الفترة اللي فاتت ديت بالحجز على أمواله، بعزل رئيس نادي الزمالك ومحاولة تدمير مجلس إدارة نادي الزمالك. فالنهاردة تيجي تطلع تبص تلاقي في الوقت الرئيس نادي الزمالك بيرجع عشان يحل أزمات مالية بتضرب عصب نادي الزمالك سواء الموظفين او العمال او لاعبي الفرق الرياضيه، الموظفين والعمال بيعبروا عن فرحتهم لان هم ناس بسيطه، لكن اللعيبه مش هتطلع تقول لك احنا خدنا فلوسنا. المدربين مش هيطلعوا، يعني مدرب الفريق الاول مش هيطلع يقول لك مرتضى منصور جه قبضني فلوسي. الناس دي تخيل انت لو الناس دي جت في المستشار مرتضى خد كده جنب فيه وما اشتغلش، العمال والموظفين ما قبضوش والمدربين واللعيبة ما قبضتش.